فخلوني أخذكم معي بجولة في القدس لنشوف التحضيرات وطقوس أول يوم العيد. والطقوس كلها بتبلش بعد إفطار آخر يوم في رمضان، لما كل العيلة تنزل على السوق والبلدة القديمة ليستمتعوا في الأجواء ويتبضعوا. وطول ما أنتوا ماشيين بتلاقوا الناس كلها مبسوطة، اللي منهم على الحصن وأصحاب المحلات عم بتنادي لتبيع بضاعتها، وهذا كله الإشي بفرح القلب، لأنه القدس مش دايما هيك بحكم تضييقات الاحتلال. بفترة رمضان وبالعيد بتصير تشوفوا الكثير من السياح اللي جايين من برا البلاد ليستمتعوا في الأجواء. Tell us a little bit about the festivities in Jerusalem. التجربة كانت رائعة لحد الآن، الحمد لله. جينا لهون لأجواء رمضان، وتشاء الصدف إنه يتم الإعلان عن العيد اليوم وإحنا نتجول بالسوق. ومن الجميل رؤية الأطفال والجميع مستمتعين بوقتهم. فعلاً الأجواء مميزة ولا نجد لها مثيل في أي مكان آخر. طيب، وهيك بتكونوا شفتوا شوي من أجواء التحضيرات، بس أظن أجى الوقت إني أنام عشان أتحضر لصلاة العيد. وهي الساعة 6 الصبح وعم نشوف حشود كتير كبيرة عم تتوافد ليصلوا في المسجد الأقصى، وطول ما أنتم ماشيين بتضلكم سمعين تكبيرات العيد. والأحبة بيجتمعوا قبل وبعد صلاة العيد في ساحات قبة الصخرة، وبيبدوا يعيدوا على بعض وبيستمتعوا في كل الأجواء. ومن بعد صلاة العيد بتتوجه العيال على بيوت أقاربهم حتى يتناولوا وجبة الفطور، وبعدها بيبدوا يلفوا الرجال ويزوروا صلة الرحم حتى يعيدوهم ويبسطوا أولادهم. والله هذه العادة عندنا من زمان، بعد صلاة العيد نجتمع احنا بالأهل والأحباب والأصدقاء، بنفطر كالعادة الفطور الفلسطيني. بيكون إشي يعني بتكون بهجة للكل. وهلأ وصلنا لجزء المفضل اللي هو غدا العيد مع العيلة. كل عام وانتم بخير. طيب، ومع غدا العيد خلونا ننهي مشوارنا لليوم، فكل عام وانتم بألف خير وعيد فطر مبارك.